يقف وراء طبعا هذا الترانسفير وهذا الترحيل القسري هي حركة القذيم العنصرية وحركة أيضا ما يسمى بالدوريات الخضراء، وهؤلاء لا يريدون أن يروا عربا في الحيز العام في تلك المنطقة وفي مناطق أخرى. طبعا في قبل تقريبا ما يقارب 4-5 سنوات تلقوا أوامر ترحيل، فتوجهنا إلى تلك المنطقة وأقمنا لجان محلية في القريتين على أساس أن ننظم النضال ضد هذه الهجمة من الدولة وضد الترحيل القسري، لأن هؤلاء السكان يريدون أن يسكنوا في تلك المنطقة. وتوجهنا أيضا إلى جمعية بمكم للتخطيط وإلى منظمة عدالة، وأيضا رفعنا هذه القضية طبعا إلى المحاكم. واليوم كان اعتراض على في لجنة التخطيط والبناء على ترحيل هؤلاء. الدولة تريد أن ترحلهم إلى منطقة مرعيت قبل أن تحل أي إشكالية، وهم يريدون أن يتجمعوا وأن يسكنوا في قرية في منطقة البقيعة. ومن المؤسف جدا أن يعني الدولة تنظر إلى المواطن العربي في هذه المنطقة نظرة دونية، ولا تريد أن تعطيه أي حق من حقوقه، وهي تريد أن تقذف به في داخل الإشكاليات والمشاكل الموجودة. هنالك مشاكل في مرعيت، والدولة تريد أن تنقل هؤلاء من هذا الهدوء الذي يعيشونه إلى منطقة المشاكل في مرعيت. نعم. طبعا قبل الانتخابات كان هنالك حراك من الموحدة وكان الاتصالات، الآن يعني لم يبدأ الحراك حتى الآن بشكل رسمي، لأن الدولة الحكومة لم تتشكل بعد، ونحن نخشى من هذه الحكومة. هذه الحكومة تعلن نواياها العنصرية تجاه المواطنين العرب في منطقة النقب. زد على ذلك أن الذي سيكون مسؤول عن النقب هو إيتمار بن غفير، ونحن نعرف يعني توجهات هذا الرجل، وتوجهات هذا الرجل هي ترانسفيرية إلى العرب، ولا ندري ماذا سيفعل. ونحن نخشى أيضا أن تقوم هذه الدولة بوقف الاعترافات بالكورة غير المعترف فيها أو إلغاء هذا الاعتراف. يعني حسب ادعائك أن إيتمار بن غفير يسبب يعني تهديد لملف النقب؟ نعم، هو يعني أراد أن يمسك هذا الملف لأنه كان يهدد، ومن برامجه أن يعيد ما يسمى بالنظام والقانون في منطقة النقب. وعلينا الآن حملة إعلامية عنصرية مضخمة جدا تشترك فيها كل الشخصيات البارزة في منطقة النقب.